السلام عليكم خاوتي. هذا الفيديو بنديرو رد على اللي كومونتير تاع الفيديو الاول، الناس اللي قالت لك انت يا راك تهضر غير السلبيات تاع الروس. ما قلت لناش السلبيات، ما قلت لناش الايجابيات. وكاين ناس، واحد كومونتير قال لك انت يا من دوك الناس اللي ما يبغوش الغاش يجوا عندهم. اصبر تشوف، واحد قال لك المهم خير من بلاد الشيكوبي. انا راني نقول لك انا بحكم عندي هنايا اعوام واعوام. شوف خويا، اول حاجه هذه اللي تكون لازم تتاكد منها باللي الفيزا تموت لك، والله ما تعقدها، والله ما تعقدها. ثاني حاجة، الفيزا تموت لك، في عقلك الداخل دير بلي البوليس يقبضك اكسبيرسي 5 سنين وعندك غرامة مالية 75 يورو نورمال. وثاني حاجة وثالث حاجة وتسخرها يا ربي، انك تخدم، تجيب خدمة. مش نقولك ما تخدمش، قاع الناس تخدم، اللي خدام في الجزائر يخدم في الروج، يخدم في الامريكان، يخدم في الالمان، يخدم وين؟ شكون مول الميتي مول الحرفه؟ ولا كش واحد يعرف بوتين يكون باباه ولا يسيب خدمه؟ هذه هي العقليه في الروج. في الروج كي تكون حراك البوليسي كي قبلك تشيبيلو، تعطيلو تشيباي يعطيك تروح، تعطيلو 1000 روبلها 2000 روبلة يعطيك تروح، بصح لا مستقبل لك. فاهمني ولا مش فاهمني؟ تضيع في حياتك هكاك. لولا كون جات بلاد تخلص فيها مليح، كون جات تصور نقولو 100 أورو ولا 1600 أورو ولا، نقول لك اودي رواح مرحبا بيك. بس لا، انت تشيبي للبوليسي شوية ويتلقاك وراك تدس في الدرهم وما على بالكش بكوارت. بصح الروس اللولا ماك رايح دير كوارت كي تكون حراق، وزيد ماكش رايح دير دراهم. بس من رام الدراهم تصور 400 ولا 500 أورو تكري 150 ولا 200 أورو وتاكل وتشرب وصاي وتربح 20 دورو. ما تدزهاش حدك كي تكلب تدز 50 دورو في الشهر. ها 50 دورو نقعد في الجزائر قدام بابا ويما وراني لاباس. اقسم بالله انا يا برانسيب تاعي هاكا يقول بلي عندي على جال 50 دورو نعيش في الميزيرية كيما الكلب. اللهم انا نقعد قدام بابا ويما خير. وثانيا واحد السيد قالك الايجابيات الروس حوس في الدول العالم شي يهضروا على الروس، الروس فيها الفودكا والمضامات برك. هذه هي الايجابيات اللي كاين في الروس، اللي يبغي المضامات ويبغي الفودكا يجي. هذه هي الايجابيات. وحاجه واحده اخرى، لانفيتاسيون. الا كانت مدام انفيتاتك انفيتاسيون من عندك كاش انسان، ماشي لاجونس. لاجونس باسكو يعطيك فيها فيزا شهر، ديك الفيزا ما تكفيكش الوقت باش تعقد. لكن عندك مدام ما يكفيكش، باش كنت من نهار اللي تحط الكوارض باش دير رونديفو باش تعقد يعطوك شهر. هما تدفع كوارط لوساز غير لوساز تاع الشهر الداخل باش تجي تعقد. انت دوك الفيزا تاعك فيها شهر، ما تجي تجيب ترجمه ترجم الباسبور تاعك وكلش. الترجمه تاكل لك 24 اور. هذه ترجمه تاع الباسبور، ترجم النكوه تاعك وشهادة العزوبه، سما قاع فيهم واحد 2 شهور ولا هكذاك تاكل لك وقت. هاي 2 شهور راح تما شهر. سما دوك كي تجي رونديفو تسيب الفيزا ميتة، الفيزا ميتة ما يعاقدولكش. الفيزا تموت ما يعاقدولكش. انا راني نقولك بلي الفيزا ميتة ما يعاقدولكش. وغدوة ان شاء الله، ماشي غدوة، في الويكاند الجاي ان شاء الله راني نهبط من جيت واحد صاحبي صطايفيا وانا حرك او متزوج بالفاتحة. هو دار الدوسي باش يعقد ومتلو الفيزا قبل ما يعقد، ما بغاش يعقدوا له. راه هنا قاعد، راه انا قاعد حراق يخدم طولي. هو انسان ما شاء الله يخدم طولي، ومن بعد قاعد حراق. هذه عنده 6 شهور ولا هو حراق صافا مش للبيع. قال لي انا بنا نهبط للجزائر، ما نهبطش. قال لي الريسك الا باي كتلوني الحدود تاع لافيرون 99% يقبضوه ويحاولوا يهبطوه. ما كاش حل واحد اخر كاع، حل انه يهبط على بيلاروسيا، يسلم روحو في بيلاروسيا، يهبطو اكسبرسي من بيلاروسيا، تعاود مدام تدير له انفيتاسيون ويعاود يجي.
روا مو يعقد فيها ويريد الأمورات. المهم الفايدة في الروس، الفايدة في الروس انك تجي تنفيتك مدامة وتجي تعقد معول على مدامة، هذه هي الإيجابية، الإيجابية الوحيدة اللي كاينة. تكون عندك مدامة تجي تتزوج بيها 3 سنين تصبر تلوت الباسبور تاع الروس، الباسبور تاع الروس تروح دير دومون تاع فيزا يشرطوا عليك العقد، هما الدوسي تاع الفيزا باش تروح مثلا لفيرموند ولا لالمان ولا وين طلع لك، يشرطوا عليك العقد و كسموه وكونجي، تيتر كونجي و هادوك تقدر تخدمهم في الميكرو نمي فيري في مور. ليسونسيال الحاجة الوحيدة اللي شرط عليك العقد، العقد لازم الاوريجينال يكون عندك وتدي لهم فوتوكوبي، والاخرين كاع نورمال تدي لهم فوتوكوبي تخدمهم في الميكرو وتامبريميهم تديهم ما يفيريفوش، ما يفيريفو حتى الشركة. كاين صحابي يا جماعة امنوا ولا متأمنوش رفدوا، عندهم 8 سنين ملي رفدوا الباسبور تاع روسيا داروا دوموند فيزا تاع لافيرلوند وعطاوها، راحوا حرقوا الفيزا طولهم 8 ايام فيزا حرقوها، راهم قاعدين في فرنسا. كاين واحد صاحبي طولوا فيزا 6 شهور راه في باري ضرب دار تور دوروب كيما نقولو حنايا، راه لافيرلوند السويد الطليان حبوبها ضربهم قاع ليسونسيال حوسهم قاع و راه يدور مازال يدور مازال يحوس. كاين رواسة امنو ولا متأمنوش، كاين كارتي فيه 70 ألف بنادم في ألمانيا رواسة دايرين اللجوء في الألمان. واش نزيدكم انا، الروس سلبية، دولة فيها السلبيات، لارو ترات مكاش، لارو ترات تدخل السوق اورو، الشوماج مكاش، اللجوء مكاش. زيدك شان زيدك، انا ما كان فيها حتى ربانيتك، انا بولادي مباش يعطوني باسبور، ما كان فيها والو الروس، والله ما فيها حاجة والله. كون عندك مشكلة في دار الشراء ولا حاجة ما يعطوكش باسبور. زيد هذه هي، واللي قال لي انت على راك قاعد فيها، انا نقول لك انا راني قاعد فيها، انا عندي مشكلة في دار الشراء، انا هما راهم قاعديني فيها ماشي انا راني قاعد، انا كوراني صرت كوراني رحت. زيد واش نقول لك، اون بليس عندي ولادي هنايا ما نقدرش نجمع في ولادي ونروح انا، جوج رجال الله يبارك، ملي يعرفوني كاين، كاين هنايا 1000 في ذا الجروب، كاين 1000 بنادم هذو امي عندي، وكاين 7 اللي يعرفوا ليستوار تاعي من الال للزد، 7 اصحابي هم هنا في ذا الجروب. تقول لي الروس ونحرك في الروس، تعرق يومين النهار الثالث تعيط تبدا تبكي كيما المظامة، ماشي واحد ولا زوج، يعني نحكي لك بالملايير، تبغي نعطيك لي فوتو كاع ديك فيديوهات وتصاور كلش، واحد عمو دار له برج من بعد كي جا لهنايا ليكيدا، واحد خالو واحد جدو واحد، لا ما كان لا بويك لا امك، هنا واحد ما يوكلكش، لا تجي تضرب دراعك تاكل مسقي، راني نهضر على ولاد الحلال، لا هما ولاد الحرام هذوك اللي يبيعوا كيف وكوكايين وجايين بيزطلو باش يديروا الحية البيضاء وصوالح هذوك، هذاك ما تعيط لي ما نعرفك ما تعرفنيش كاع، انا ماذا بيا ما نشوفكش، ماذا بيا ما نعرفكش كاع، انا هذو صحاب دعوة الشهر، انا ماذا بيا ما نشوفكش، راك جاي بتسرق في الروس روح على روحك. هذه هي، انا نهضر مع ولاد الحلال، اما ولاد الحرام ما عندي علاقه معاهم كاع، هذاك سارق تسارق وين تروح تعيش، سرق في الروس ولا سرق في الماريكان ولا تمك تعب عليه بضرب عليه تشاب، انا نهضر على اللي بياكل ياكل ابو عرق جبين، هذاك اللي بياكل ابو عرق جبين هو انا ما بغيلوش يجي للروس، شكون نديرو كيما خويا ولا كيما بابا ولا كيما عمي، ما بغيلوش الروس وليد الفاميلا ولاد الحلال والله ما تعجبهم الروس، تكون ما فيهاش خرجه كاع، ولا الحرام لا لا تعجبهم، يعجبهم المضامات يعجبهم فودكا يعجبهم كوكايين ولي ديسكو ولي بار وحبوبه ومنه، هادو ما لا علاقه هادو. المهم خاوتي 10 دقائق تاع فيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح، وتهلاو في روحكم، السلام عليكم، انا نروح نخدم دروك، السلام عليكم.